اهلا بكم شباب في فيديو جديد على قناه فيديو جيمز ولعبه دلتا فورس هوك اوبس نسخه الموبايل. طبعا يا شباب زي ما انتم عارفين ان لعبه دلتا فورس هوك اوبس مكسره الدنيا حاليا، يعني كل الناس دلوقتي انت لو دخلت في اي حته هتلاقيهم بيلعبوا لعبه دلتا فورس هوك اوبس نسخه البي سي، وطبعا ده يعني الناس اللي هي اللي بتلعب بي سي من اساسه، فطبعا اللعبه دي هتلاقيها المفضله ليهم يعني. وبصراحه يعني انا ما حبيتش نسخه البي سي، هو يمكن يكون عشان انا اساسا ما بلعبش العاب بي سي كتير، يعني نادرا لما بلعب لعبه بي سي، بس هي انا بصراحه انا جربت ما حبيتهاش بصراحه يعني انا مش شايف هي كويسة على البي سي. انا شايفها بالنسبة لنا لان انا بلعب موبايل، فالنسخة على الموبايل حاجة تانية خالص، فرق كبير جدا بين السماء والارض لما انت تلعب لعبة زي دلتا فورس على الموبايل. الوضع بيختلف اختلاف كامل جدا من كل حاجة، من التفاصيل للتحكم لكل حاجة، كل حاجة انت بتعملها في اللعبة فالموبايل هتكون افضل ليك جدا. طبعا لو انت بتلعب موبايل، لكن لو انت بتلعب بي سي ومتعود على البي سي فاكيد البي سي ده هيبقى بالنسبة لك عادي يعني، فانت لانك مش بتلعبش موبايل تمام، لكن لو انت بتلعب موبايل فاكيد النسخه دي يعني هتبقى جامده بالنسبه لك انت. التحكم في اللعبه هنا جامد جدا ورهيب بصراحه شباب، حتى انت لما بتيجي تعدل على السلاح ففي سهوله جدا في التعديل عندك لما بتيجي تعدل بالنسبه للهاتف، وحتى كمان لما تيجي تظبط الحساسيه برضه اسهل بكتير جدا من نسخه البي سي. ده عشان انت بتلعب موبايل، فهتلاقي كل ده بالنسبه لك عادي، لو انت بتلعب عادي بتظبط الحساسيه عادي والكلام ده، لكن انت لما بتيجي تتغير بقى وانت بتلعب موبايل وكده غيرت للـ بي سي فتحس ان في صعوبه شويه، تحس ان في حاجه خانقاك او في حاجه ناقصه بالنسبه للعبه، انت ما بتبقاش عارف هي ايه، بس تحس فعلا ان في حاجه ناقصه، لان انت متعود على مسكه الهاتف واللي انت تقدر تتحكم في زراير التحكم اللي موجوده على الشاشه، فالموضوع بيختلف كتير جدا. بالنسبه بقى للسؤال اللي هو تقريبا كل الناس بتساله، وهو تحميل لعبه دلتا فورس للموبايل، وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده كتير، وحاليا هو ما فيش حاجه اسمها بقى ان انا اعمل الاستماره والاختبار والكلام ده عشان خاطر يجي لي دعوه ان انا اجرب اللعبه. الوضع دلوقتي اختلف لان اللعبه خلاص ما فاضلش عليها الا بعد كام يوم واللعبه تنزل، اللعبه تنزل الشهر القادم ان شاء الله، يعني اللعبه هتكون عندك قبل 30/9، يعني قبل ميعاد 30/9 اللعبه هتنزل بشكل رسمي على الهواتف، طبعا هتبقى نسخه صيني يا شباب، يعني الموجوده هتبقى نسخه صيني ومش نسخه انجليزيه، تمام؟ عشان برضو ما حدش يسال عن النسخه الانجليزيه، لان النسخه الانجليزيه ما فيش فيها كلام دلوقتي خالص، انت بتلعب نسخه بي سي فخليك على البي سي بقى حاليا اللي هي النسخه الالف، لما يخلصوا نسخه الالفه بعد كده يبدا يفكروا بس كان في تجربه ثانيه او هم ممكن يعملوا تجربه على الموبايل، لكن حاليا النسخه اللي هتنزل بشكل رسمي هي النسخة الصينية من لعبة دلتا فورس هوك اوبس، دي اللي هتنزل ان شاء الله ميعادها قبل 30/9 النسخة هتنزل، هيبقى بقى في وقتها لما يقرب الميعاد هنعرف المتاجر اللي هتنزل عليها وايه لو كان في اي صعوبة مثلا في التسجيل، فان شاء الله بس في وقتها هنقدر نتكلم عنها، لان حاليا ما فيش حاجة نقدر نتكلم عليها، هنشوف الاول هي هتنزل على كل المتاجر ولا متاجر معينة، بس ده اللي هنعرفه ان شاء الله، لو نزلت على كل المتاجر فخلاص انت تقدر تحملها وهتسجل بقى من خلال الويشات اللي عندك وخلاص على كده. لو هتنزل على متاجر معينه ساعتها هقول لك واقول لك ازاي تسجل في المتجر اللي هينزل، بس ما تستعجلش وان شاء الله لما يجي الميعاد هقول لك على كل التفاصيل. طب يا شباب اسيبكم بقى مع ما تبقى من الجيم بلاي. الجيم ده انا مسميه زنقه الممر بصراحه، المكان ده هنا جامد جدا يا شباب، لما تيجي انت تنزل وتخش ايه المكان ده ما تحاولش تطلع منه، اقف كده جنب صندوق الشحن اللي جنب منك ده اللي هو بتقدر تشحن منه انه طلعت الرصاص لما تخلص منك والكلام ده، وخليك هنا بقى وخليك تركز بقى في الحته دي، فالحته دي جامده بصراحه يعني، فدي انا مسميها زنقه الممر. طب ما تنساش يا صاحبي بقى تعمل اللايك الجميل وتشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، لان نسبه كبيره جدا بصراحه بيتفرجوا على الفيديو ما بيشتركوش في القناه، فاتمنى ان الناس كلها تشترك في القناه. ان شاء الله اشوفك فيديوهات ثانيه كتيره جدا، اشوفكم على خير وسلام.
الار يارد او ده. Vamos a ver, 突破敌方防御，任务失败。